طيب نروح بقى مع حضراتكم على مقر جريده الشروق مع زميلتنا العزيزه ومراسلتنا مريم سميح. هنتابع معاها اهم الاخبار الرياضيه في الصحف والمواقع المحليه والعالميه واهم المانشيتات تحديدا، واللي من ضمنها مانشيت بيحمل اسم ليفاندوفسكي. اكيد عندنا فضول نعرف مساله الرقم اللي هو حطمه مؤخرا، وايضا عنوان ليه علاقه بان اتحاد الكره بيدرس الدفع بالمحكمات او الحكمات في مباريات كاس مصر. فطبعا التفاصيل هنتعرف عليها اكثر مع مريم. صباح الفل عليك يا مريم، اتفضلي. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهاوند، وبصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. طبعا زي ما انت قلت يا كريم، عندنا عدة عناوين يعني هامة جدا في الوسط الرياضي من مختلف المواقع والصحف المحلية والعالمية، ولكن الحقيقة يعني الملف الأبرز اللي موجود خلال الساعات الماضية ولسه مستمر معانا يعني حتى الساعات المقبلة هو ملف إيقاف هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد. وفي هذا الشأن يعني الحقيقة قدمت صحيفة الشروق ملف كامل أو تحقيق عن يعني هذه الأزمة، فهنتكلم. والعنوان الأبرز هو اتحاد اليد ينتظر الخطاب الرسمي لإيقاف هشام نصر، رئيس الاتحاد الدولي يكشف للشروق أسباب القرار ومتى يحق لنصر الاستئناف، كمان إلغاء بطولات العالم للشباب والشابات والناشئين وإقامة تصفيات طوكيو وكأس العالم للسيدات. يعني الملف بدأ الكلام بأنه بينتظر الاتحاد المصري لكرة اليد القرار أو الخطاب الرسمي الخاص بقرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بشأن إيقاف هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لمدة سنة بعد مخالفته القواعد خلال بطولة كأس العالم لليد التي أقيمت على أرض مصر خلال شهر يناير الماضي. كمان كشف مصدر داخل الاتحاد المصري أن أعضاء الاتحاد على علم تام طبعا بقرار إيقاف هشام نصر، ولكنهم ينتظرون الخطاب الرسمي أو القرار الرسمي خلال الساعات المقبلة. يعني كمان وبذلك يغيب هشام نصر بعد هذا القرار عن الانتخابات المقبلة للاتحاد المصري لكرة اليد، والمقرر أن هي تقام خلال شهر سبتمبر المقبل. كمان كشف حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد في تصريحات خاصة لصحيفة الشروق ان، وكمان اتكلم عن يعني اكتر عن كواليس وقرار ايقاف هشام نصر. قال السبب وراء ايقاف هشام نصر هو اختراقه الفقاعة الطبية خلال تواجده في البطولة طبعا خلال شهر يناير الماضي لاكثر من مرة، وتم رصد خرقه للفقاعة، وكادت لجنة المسابقات كمان ان تعاقبه خلال الفترة أو خلال المدة اللي كانت بتقام فيها البطولة، ولكن حسن مصطفى ده تدخل بنفسه زي ما أكد لصحيفة الشروق حتى لا يتم يعني التأثير على مشوار المنتخب في البطولة. وكمان قال أنه من حق هشام نصر أن يستأنف على هذا القرار بعد وصوله لمصر مباشرة، ده طبعا بعد قرار المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي بالإجماع واللي تم اتخاذه قرار بإيقاف هشام نصر يوم الجمعة الماضية، وتم رفع القرار لمجلس الإدارة، وأن المقرر أن هو يصل لمصر خلال الساعات القليلة المقبلة. ومن موقع اليوم السابع، اتحاد الكرة بيدرس الدفع بالمحكمات في مباريات كأس مصر. يدرس مسؤول اتحاد الكرة الدفع بالمحكمات في مباريات دور 16 لكأس مصر خلال الفترة المقبلة ومباريات كمان القسم الثاني من أجل تجهيزهم وتأهيلهم للمشاركة في البطولات التي ينظمها الاتحاد الإفريقي. يمكن التجربة دي يعني عايز يطبقها الاتحاد المصري لكرة القدم بعد أن شهدت مباريات يعني دوري أبطال افريقيا زي ما احنا شفنا امبارح، كمان الدفع بالمحكمات في مباريات دور المجموعات في البطوله. ويرغب مسؤول لجنه الحكام باتحاد الكره في منح المحكمات يعني اكثر من مباراه لزياده الخبره لديهم والتواجد في البطولات التي ينظمها الاتحاد الافريقي. ومن روسيا اليوم، ليفاندوفسكي يحطم رقم أسطورة ريال مدريد على لائحة هدافي دوري الأبطال التاريخية. حطم النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الرقم المسجل باسم أسطورة ريال مدريد راؤول جونزاليز، وبات الهداف الثالث التاريخي لدوري أبطال أوروبا خلف النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي. وحقق فريق بايرن ميونخ الحقيقة الألماني فوز عريض على لاتسيو الإيطالي بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء ضمن
ذهاب الدور 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وطبعا يعني سجل ليفاندوفسكي هدفه المبكر في الدقيقة التاسعة، وبذلك الهدف وصل النجم البولندي للهدف رقم 72 له في تاريخ يعني مشاركته في دوري أبطال أوروبا، وده طبعا يعني لو حطم رقم راؤول جونزاليز الذي سجل 71 هدف في أعرق المسابقات الأوروبية. ومن بوابة أخبار اليوم، جيرو أشعر بالفخر بعد هدفي الأكروباتي في شباك أتلتيكو مدريد. أعرب الدولي الفرنسي أوليفي جيرو مهاجم تشيلسي الإنجليزي عن سعادته الكبيرة جدا بفوز فريقه على أتلتيكو مدريد الإسباني ضمن ذهاب ثمن نهائي بطولة دوري الأبطال أوروبا، وسجل جيرو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 68 إثر لعبة أكروباتية رائعة، ومن خلالها يعني مارس أتلتيكو القهر على أتلتيكو مدريد ليرفع رصيده في المسابقة إلى 6 أهداف. كمان قال جيرو: جئنا هنا بنوايا قوية للفوز واللعب بطريقتنا، كنا نعرف أننا نستطيع خلق المتاعب هجوميا، كنا أقوياء في الخلف بهذا التشكيل الدفاعي وسعداء بالفوز وكان انتصارا مستحقا. وأضاف: تعرف كم هو مهم أن نسجل هدفا خارج الديار في المسابقات الأوروبية، ولهذا أشعر بالسعادة مساعدة الفريق. وأخيرا في ختام جولتنا الصحفية بنفكر مشاهدينا بمباريات اليوم الأربعاء من دوري أبطال إفريقيا الهلال السوداني ومازيمبي في تمام الساعة 3 عصرا، كمان في كأس مصر أسوان وسوهاج في تمام الساعة 2:30 ظهرا، كمان في دوري أبطال أوروبا أتلانتا وريال مدريد في تمام الساعة 10 مساء، كمان مونشنجلادباخ ومانشستر سيتي في تمام الساعة 10 مساء، وأخيرا في الدوري الإسباني برشلونة وألتشي في تمام الساعة 10 مساء. دي كانت جولة في أبرز العناوين الصحفية الصادرة صباح اليوم من مختلف المواقع والصحف العربية والمحلية وكمان العالمية. بشكركم جدا، العودة إليكم مرة أخرى. إحنا اللي بنشكر الجزيل الشكر زميلتنا العزيزة مريم سميح.